السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب. بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربه. اليوم نتكلموا على المقابله اللي خسرها فريق مان سيتي واللي لعب فيها رياض محرز اساسي عكس مقابله ليفربول اللي كان خارج القائمه. اذا مانشستر سيتي دخل بطريقه 4-3-3، اما نادي توتنهام لعب بطريقه 4-2-3-1. في بدايه الشوط الاول سمحت يعني فرص لمانشستر سيتي، وقبل ما انهم يعني كانوا متخلفين بهدف مقابل صفر من امضاء اللاعب الكوري. في الشوط الاول غلب بعض من الانانيه على بعض لاعبي مانشستر سيتي. لما نشوفه دقيقة 25 برناردو سيلفا أمامه رياض محرز، لو مرر له رياض محرز نوعا ما الرؤية واضحة أو يقدر يعطي الكرة لطوريس اللاعب الإسباني، لكن برناردو سيلفا لم يعطي الكرة لرياض محرز. دقيقة 26 نشاهد أن رياض محرز عليه رقابة لصيقة، وليست من رقابة من لاعب واحد فقط بل من لاعبين. يعني لو تفك يعني الرقابة تفكت على رياض محرز كان قادر يعطي الكرة لرودري لاعب وسط ميدان الإسباني. أيضا الهدف التعادل اللي كان نوعا ما لمسة يد حسب ما تبينه الصورة وبينته كاميرا الفار، لمسة يد جيسوس اللي جاء منها الهدف عن طريق لابورد، هدف التعادل. لم يفرح غوارديولا وكلاعبين مانشستر سيتي بالهدف طويلا نظرا اللي قلتها لمست يد. بعد بعض المحاولات محتشمة، بعض المحاولات من هنا وهناك خاصة من مانشستر سيتي اللي كان ضاغط، رياض محرز حاول انه يراوغ المدافع لكن المدافع تفطن له وانقذ الكرة في دقيقة 34. ايضا توغل رياض محرز على حافة الست امتار لكن الكرة خارج الميدان. أيضا محاولة في دقيقة 40 اللي حاول أنه يراوغ رياض محرز لاعبين والكرة وصلت لجيسوس لكن الكرة كانت عالية. في الشوط الثاني لاحظنا مثل ما كان في الشوط الأول دائما يعتمدوا لاعبين توتنهام على ضرب ظهر دفاع مانشستر سيتي الثقيل، خاصة من اللاعب دياز اللاعب الجديد هذا اللي صراحة لاعب ثقيل نوعا ما. كرات طويلة في ظهر مدافعين، سون اللاعب الكوري اللي خرج وجه لوجه وكان قادر يسجل هدف الثاني. أيضا قبلها كانت أيضا محاولة لوجه لوجه دي بروين رياض محرز وحده، لكن هذه ترجع لأنانية دي بروين المعروفة. أنانية دي بروين المعروفة هو الباترون تاع مانشستر سيتي. اللاعب رياض محرز وجه لوجه، صورة واضحة في دقيقة 59 واضحة وضوح الشمس. اللاعب رياض محرز منفرد وحده، لكن دي بروين لا ما يمررش رياض محرز بل يفضل انه يسدد من بعيد والكرة تخرج خارج الميدان. الشيء الاخر هذه انانية تاع دي بروين. الشيء الاخر الهدف الثاني اللي استغله في دقيقة 64 مع توتنهام، دائما يلعب الهجمات المضادة الفارغ، كيلي وولكر غائب تماما للتغطية، دياز قلتها لاعب ثقيل. إذن عودة البطيئة من دي بروين. لعب وولكر اللي صعد وخلى مكانه شاغر ويلعبوا هذه طريقة لعب توتنهام، اللعب على الهجومات المضادة واستغلال الفراغات خاصة من ثقل دفاع مانشستر سيتي واللعب بالكرات على ظهر المدافعين. تخللت عنها هدف لوسيلسو، هدف الثاني لتوتنهام. صورة واضحة كهاريكين يعطي كرة لوسيلسو يتقدم يجد روحه وجه لوجه ويسجل هدف ثاني، ثقل دفاع مانشستر سيتي وغياب التغطية وعدم رجوع كيلي وولكر اللي صعد ما يرجعش
يعني صراحة فريق مانشستر سيتي الدفاع ضعيف ضعيف ضعيف، دفاع شوارع صراحة. الفريق هذا ما يستاهلش يروح بعيد في الدوري الإنجليزي بريمير ليج ولا حتى الشامبيونز ليج بالطريقة هذه. أيضا علامة استفهام خروج محرز دقيقة 72 هو برناردو سيلفا، لكن بقى اللاعب الإسباني اللي ما دار حتى عرضية، أو اللاعب دي براين المعلم دي براين اللي ما قدم ولا إضافة. علامة استفهام. إذا تبقى مانشستر سيتي فريق الأقوياء أو فريق التكتلات، فريق العصابة نتاع اللي تفرض روحها على المدرب غوارديولا. الفريق انكسر، تقسم، تشتت، ما بقالوش دروك هذا مانشستر سيتي منافس لا على الدوري ولا على البريمير شامبيونز ليغ، لأنه الكلام هذا راني نقول فيه عندي اكثر من عام اللي قلت باللي خلاص السيتي تكسرت وتحطمت بسبب هذا ما يسمونه الكوادر بين قوسين او التحالفات. اذا هذا الفريق خلاص ما بقالوش. اذا الشيء الاخر انه كل الفرق في انجلترا جددت الدماء، اشترت لاعبين في الدفاع في الوسط في الهجوم، الا السيتي نادرا يشتري لاعب او لاعبين ومستواهم ضعيف، يعني ما عدا اللاعب الاسباني نوعا ما، اما دياز اللاعب المدافع ضعيف، وباقي الخطوط ما اشترى ولا لاعب. هذه هي مانشستر سيتي وهذه فلسفه جوارديولا. موقع هوسكورد المعروف عطاه 6.2، يعني نقطه يعني غريبه نوعا ما لرياض محرز، بينما اعطى موقع سوفا سكور 6.7 لرياض محرز. إذا نتمنى التوفيق للاعبنا الدولي الجزائري رياض محرز في قادم المقابلات. إن شاء الله إن شاء الله كما قلت ونعودها إن شاء الله يغير الفريق، خاصة على الأقل في ميركاتو الصيفي. إن شاء الله في الميركاتو الشتوي يغير الفريق إلى إيطاليا أو إلى فريق آخر اللي يحترم اللاعب هذا ويقدر إمكانياته والموهبة نتاعو، والفريق اللي ما يكونش فيه تكتلات وما يكونش فيه لاعبين يفرضوا نفسهم على المدرب ويفرضوا أرواحهم على كلمة المدرب. إن شاء الله نشوفوه في فريق اللي يقدر إمكانياته سواء في إيطاليا قلتها أو في إنجلترا أو في إسبانيا. إذا نتمنى التوفيق لرياض محرز في قادم المقابلات سواء في البطولة الإنجليزية أو في دوري أبطال أوروبا. إن شاء الله نشوفوه في فريق كبير اللي يقدر الإمكانيات نتاعو. ملتقانا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.